رجعنا لحضراتكم بآخر فقرات 8 الصبح وسينما 8 الصبح النهارده عن نجمتنا الجميلة نعيمة عاكف. كانت نجمة استعراضية وبتمثل وبتغني، يعني كان نقدر نقول انه هي السندريلا اللي قبل السندريلا، صح كده يا استاذ إلهامي سمير صح كده. الناقد الفني؟ صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. كانت هي سندريلا زمانها، يعني في التوقيت اللي هي قبل الجيل بتاع سعاد حسني، كانت بتمثل وبتغني وبترقص واستعراضيه ودمها خفيف وشقيه، فيها كل حاجه الصراحه. صحيح. بس هي كانت حياتها، هي ماتت وهي عندها 36 36 سنه، سنة. لكن حياتها كانت مرت بمراحل مأساويه. فنبدا مع حضرتك بقى، انا دايما بحب فقرات حضرتك اقعد اسمع ربنا يخليك. الحواديت اللي طبعا من يعني مصادرها الموثوقه. ربنا فنسمع يخليك. بقى من حضرتك حدوته نعيم عاكف من اول ما اتولدت في طنطا. بصي، اول ما اتولدت كانت صدمه بالنسبه لابوها. يعني المفروض الاب علاقته كمان ببناته يعني كويسه، ما ينفعش يتقال فيها كلمه صدمه. لكن هو في الوقت ده كان عنده 3 بنات وعليه ديون كتير في السيرك. ففي الثقافه دي وقتها ان الولد هو اللي هيشيل، وان الولد هو اللي هيسندني، وهو اللي ينفع يشيل الهم معايا. فان تجيله بنت رابعه فده بالنسبه له كان هم، لدرجه ان هو رفض اصلا ان هو يشيلها ويحضنها ويبوسها، وفضل واخد منها موقف. بعد ساعات الموقف ده اتغير الى النقيض تماما. لا حد بيخبط عليه، يا معلم سيد، المعلم فلان الفلاني عايز يشتري منك 10 ريالي في السيرك. فقال له هيشتري مني 10 ريالي يعني؟ قال له هيشتري، شوف انت الليله بتطلع لك كام؟ فقال له والله ساعات بتطلع 2 جنيه 3 5. قال له لا، هم 4 جنيه حلو قوي، فاحنا ناخد منك 10 ايام ب 40 جنيه وادي 20 جنيه 4. فبدأ الراجل يفكر ان الديون اتسددت وهيتبقى معايا فلوس. وشها حلو عليه. بعدها بشويه لقى حد تاني بيخبط وبيقول له انا جاي لك من القاهره، احنا عايزينك في مالها هناك في رمسيس. قال له مالها ايه، ده احنا سيرك، احنا ما عندناش مطربين. قال له ايوه، ما احنا عايزين فقرات السيرك تيجي تعملها هناك في رمسيس. قال له بس انا لسه بايع 10. قال له خلص ال 10 ايام وبعدين تعالى رمسيس. فرجع شال نعيمه وحضنها وبدا يبوس فيها ويقول لها البنت دي هتبقى نعمه كبيره. ايه رايك لو نسميها نعمه؟ قالت له نسميها نعمه على اسم البت بتاعت الشاي. قال لها طيب خلاص نسميها نعمات، ولا اقول لك نسميها نعيم. فبدات نعيمه من اللحظه دي بالنسبه لابوها هي وش السعد ووش الخير. وبدات تكبر، اخواتها طبعا بيشاركوا في العاب السيرك ونعيمه واخده جنبها، ما بتعملش حاجه في حياتها غير انها تلعب بالعرايس. فهو في فتره من الفترات برضو لما الديون زادت قوي عايز يدخل فقرات جديده، فعايز يدخل نعيمه او يشركها، لان هي رافضه موضوع ان انا اتدرب مع اخواتي وان انا نعمل نمر زيهم. فبقى يجيب اخواتها ويعرف هي بتلعب فين ويروح جنبها ويقول لهم اعملوا الحركات دي ومحدش فيكم يعملها صح. فهي تفضل تراقبهم وتشوف هم بيعملوا ايه وازاي مش عارفين يعملوها صح. روح التحدي عندها بدات تزيد. فجه في يوم من الايام وهو بيراقبها بتلعب لقاها بتعمل نفس الحركات وزياده. فراح جاب الناس بتوع السيرك قال لهم تعالوا اتفرجوا. فالناس قالوا ايه دي يا معلم سيد؟ ده انت عندك حته ذهب، دي لو عملت نمره لوحدها دي هتنقلنا في حته تانيه خالص. كان عندها كام سنه؟ كان عندها 8 سنين. فبداوا يجهزوا نعيمه انها تعمل فقره لوحدها في السيرك. فهي بتعمل فقره، هي حافظه اغنيه من الاغاني اللي بتتقال. فهي قالت لهم طيب انا بس مش عايزه اتنطط ونط حبال ومش عارف ايه، انا هعمل ده وادخل معاه الاغنيه. يعني بصي ثقافه الطفله طبعا، حد يقول لك 8 سنين وبتفكر الكلام، طبعا زمان كان غير دلوقتي خالص. بعدين هي متربيه من صغرها في الجو ده، فبتكبر على الاغاني والالعاب فجت اول يوم، وبالمناسبه كانت اول يوم ده كانت بتقول، كتبت مقال في الكواكب وقالت انا كنت هموت فيه، فاول ظهور ليها في السيرك. لان هي المفروض هتنط على مراتب قطن، فوهي بتنط رجليها اتكعبلت، فللحظه من اللحظات شكت انها لو نزلت بالشكل ده هتموت هتموت. فعملت فبدات تعدل النطه بتاعتها، ان هي زودت كمان نطه او شقلبه من الشقلبه اللي بتعمله دول، ونزلت على المرتبه بالظبط. وبتقول انا في اليوم ده خلاص كنت هاخد قرار ان انا ده انا اول يوم هموت، يعني بعد كده هعمل ايه؟ ممكن تكون عقده. لا، قالت لا انا هكمل، لانها في اليوم ده حست حاله نجاح، والجمهور اللي بيسقف وبينده باسم نعيمه طفله صغيره، هتلاقي تشجيع ده كله. قالت لا خلاص انا عايزه من ده كل يوم. حتى راحت لابوها بالليل، ابوها بيوزع الايراد، فقالت له انا ايرادي فين؟ فين ال نصحى من هي صغيره. انا عايزه الاجر بتاعي. لها اجر ايه؟ قالت له الاجر زي ما بتدي للناس، الناس واقفه النهارده تقول نعيمه نعيمه والتانيين ياخدوا فلوس وانا لا. فضربها قلم وقال لها لو اتكلمت في الموضوع ده تاني انا هقطع رقبتك. فدخلت هي تعيط، فضلت شويه مش عارفه تعمل ايه لغايه ما قررت ان انا لو فضلت هيقطع رقبتي. هي بتفكير الطفله ان انا هيقطع رقبتي بجد. اوكي. فخدت هدومها وهربت. طبعا طفله ماشيه في الشارع مش عارفه تروح فين وهتيجي منين.
فامها قالت لك البنت قومه طيب بخاطرها، فقامت مش لاقيه نعيمه. تعالى يا سيد فين نعيمه؟ الناس جت بتوع السيرك كلهم فضلوا يدوروا وطلعوا يمشوا في الشوارع لحد ما الصبح جه، فلقوا كام واحد من الرجاله كده جايين وجايبين نعيمه. فقال لهم يا معلم يعني اللي انت عملته في بنتك ده ما يصحش. فقال لهم عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، ده البنت كانت رايحه تشتري لنا حاجات وتقريبا تاهت. قالوا لا هي حكت لنا اللي حصل، حافظ عليها بدل ما تهنا. طبعا خد نعيمه ورجعوا السيرك، ضرب امها علقه، طول دي كان اول مره اشوفها بتتضرب قدامي، على اعتبار ان هي اللي عملت كده، ان دي تربيتك يا ست هانم. اوكي. فبتقول انا ابتداء من الفتره دي بدات اشوف مشاكل وعاني من حاجات. وهم قاعدين طبعا كله مريح من السفر، ودي لقت مطرب بيغني، فقامت اللي هو مين بقى؟ حركه المطرب مش معروف. اوكي. مطرب في قهوه عند ست اسمها حلاوتهم. كانت رقاصه قديمه وفتحت قهوه بعد ما اعتزل. فبتجيب تخت كده تعمل بيه نمر. فقامت نعيمه ترقص، فهي لفتت نظر حلاوتهم دي. فراحت لامها قالت لها انتوا حكايتكم ايه؟ فحكت لها الحكايه. قالت لها طيب خلاص انا هعمل معاك اتفاق. ودتها البديعه؟ لا، شغلتها الاول في القهوه. ووصلت. انا طبعا بشكر حضرتك استاذ الهامي سمير الناقد الفني عن طبعا يعني الومضات اللي في حياه نعيمه عاكف. بشكر حضرتك الاستاذ الهامي.